ولدي اللي خلينا جيت لكازا بلانكا، دار بيضاء ماشي كازا، كازا بالفرنساوية، دار بيضاء، هي دار بيضاء عريضة واسعة وطويلة بزاف، ماشي شوية، مالها زينين، ولكن اللي ساكنين فيها متعين فيها وليداتهم، أنا ما عنديش، الخدمة ما لقيتهاش، الخدمة، بيت نبري غير ويكون لقيت غير سكرتير في شي بلاصة. لقاوت العيش الولادي ما كرهتش انا دابا شي كيتسني الكره 3 شهور ديال الكره كارب 16000 ريال بلا الماء بلا ضو وعندي واحد البنيه مريضه والبارح داتها مدام عند واحد الطبيب 64000 ريال ما عندي منها ريال كنكتب ايوا ولدي كيقولوا الدار بيضاء عريضه فيها الترافي فيها المعيشه فيها بزاف ولكن ما شتو انا فلاح في البلاد قلب سويره لحد الدرع هنا شرفه ما كنحترموا حد ما كنخافوا من حد حنا كنحترموا القانون نتاع الدوله وعاش الملك كنحترموا القانون نتاع الدوله وعاش الملك كنحترموا القانون نتاع الدوله ما كدوا ديال حد طب الله تبارك وتعالى يعطينا ويعطيكم الصحه ودو العوينات طب الله تبارك وتعالى يجزينا لكم يا ولادي يا حفادي يا ابن الحلال نتوما الله عطينا شي درهم ديال الحلال احسن 100000 حرام ديال الدرهم ايوا الحباب جواد الشرفة كندور واحد النهار كنت كندور فهاكا واحد الفيلا بحال هكا جيت حي الرحمه دكيت على واحد السيد نهار الحد بحال غدا ايام الله ضربني واحد البر اش كدير اش باغي شكون هو ما عرفت سير بحالك ودي الله يديك راه بغيت هناكل بغيت هناكل قال لي والله جديت ندقك وضربني بحجره ايوا وحشاش عندي الدار ديال في البلاد ما الدار ما عندي فيها حتى بركه انا هكاري 3 شهور ديال الكراكه كتسالني وعندي البنيه مريضه ضربه واحد البروش هنا في عينيها طلبنا الدكتور البارح والبارح مشيت انا مشيت امها ما مشيتش انا كاع مشيت امها قال لي 64000 ريال من غنجيبها من غنجيبها ما عندكش ان شاء الله ونمدي ديال الناس نكتب على الناس ندق على الناس والله يهديهم كان البركه ديال الله تبارك وتعالى اشرح لينا حنا الشرفه حنا الشرفه رقاق حرار ما يدوزو عار الناس اللي كنجي عندهم كندير لهم داكشي البركه في سبيل الله اللي عطاك درهم في سبيل الله مع داكشي الله يسهل واش كيضروا راسو كيكونوا دلعوا كيكون عنده بزاف ديال كيكون عنده النس كيكون عنده بزاف ديال الحوايج كان عنده الفديع كنديروا في سبيل الله كيشوفوا من هذا الله ما كرهت ولدي شي 6 ايام ذاك الكار اللي كنقول 6 ايام مرتاح مع وليداتي يعني كتمنى تمشي فيه تتمنى نمشي فيه الى بقى العمر الله يهديهم من ساهم معايا ولو درهم ديال الحلال يلقاه في الجنه يلقاه في الجنه ان شاء الله تب الله تبارك وتعالى سمعنا بالقليل بالكثير الله يعطيه تيغنيه الله يعطيه تيغنيه الله يعطيه تيغنيه وعاش الملك الله يحفظكم اولادي الله يسهل عليكم يحفظكم من الشر من السم ديال البشر والحشر اللي لقيت الترك ديالكم من الشوك النهار خايب سيب غايب النهار خايب سيبو غايبين طب الله تبارك وتعالى يعطيكم رداد الوالده والوليد